ثلاثة دعاة حروب، نحن نقاتل من أجل السلام، ونقاتل من أجل الأمن، نقاتل من أجل الصفاء، نقاتل من أجل أن يعيش العالم أجمع حياة هانية بعيدة عن الإرهاب والإرهابيين وعن الخطف والابتزاز وغير التهديدات الأمنية. أتف لكم اليوم خبرا ساقا في هذه اللحظات، قواتنا المسلحة تتقدم على آخر معاقل الإرهابيين في منطقة الصابري، وبإذن الله المعركة لحد هذه الساعة مستمرة، وكنا نتوقع أن نعلن في هذا المؤتمر انتهاء المعارك، إلا أن لا زالت هناك بعض الجيوش في بعض الأماكن المحاصرة الآن، والمعركة على شدها تشارك فيها القوات البحرية والقوات البرية والقوات الجوية الآن في هذه اللحظات. أيها الأخوة، ليبيا عانت كثيرا